طيب اسمح لي استاذ عبد السلام ننتقل للخبر اللي معانا بعد كده. مشاهدينا، الخبر اللي بعد كده: مجلس الوزراء يهنئ الفلاح المصري بمناسبه عيده 69. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مبولي اجتماع المجلس، وذلك لمناقشه عدد من القضايا والملفات ذات الاولويه. وخلال الاجتماع تقدم مجلس الوزراء بالتهنئه لكل فلاح ومزارع مصري بمناسبه احتفال مصر بعيد الفلاح 69، حيث أكد مدبولي على حرص الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفلاحين، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس السيسي وتستهدف رفع مستوى معيشة الفلاحين. هي أيضا أستاذ عبد السلام، يعني برضو في ظل المشروعات الجميلة القيمة اللي احنا بنشهدها في هذه الأيام، وهي طفرة الحقيقة، وهي مبادرة طبعا حياة كريمة. ولو جينا اتكلمنا عن القرى والفلاحين، طبعا دول ناسنا واهلنا ويعني على راسنا من فوق، فطبعا لازم كل يعيش حياه كريمه. فحابين برضه حضرتك كلمه للفلاح المصري، وايضا يعني تعليق حضرتك يعني من اللي بيحصل في الفتره دي. الفلاح المصري باختصار هو عصب الحياه المصريه منذ نشاه الزراعه في ارض المحروسه. والفلاح المصري يكاد يكد ويعرف لإنتاج المحاصيل الوفيرة التي بنت الحضارة المصرية القديمة ووفرت مناخا للعمران وللتقدم والتحضر. هذا من الناحية دي. اليوم اللي بتحتفل به الحكومة والسيد رئيس الوزراء وجه هذه التهنئة للفلاح المصري هو يوم 9 سبتمبر سنويا يعني. طبعا من اللافت انه اليوم ده هو اللي شهد صدور قانون الاصلاح الزراعي عام 1952، اي عقب قيام ثوره يوليو 23 يوليو 52. مظبوط. ودي الحقيقه يعني تاريخيا ممكن لو الساده المشاهدين والمستمعين الاهليه يقول لك لا، طب القوانين تغيرت، لماذا تحتفل الحكومه المصريه الان بعيد الفلاح؟ طبعا الفلاح كما يدرك الجميع هو اصل المصريين، والفلاحه مهنه محترمه ومهنه تقترب كثيرا من المهن الدقيقة الآن زي المهن الإلكترونية، مع اختلاف طبعا العصر واختلاف الأدوات. لكن هل يمكنك، هو سؤال يأتي إلى ذهني الآن وأنا أتحدث مع حضرتك، هل يمكنك الاستغناء مثلا عن القمح أو الذرة أو البطاطس؟ لا طبعا، لا أحد يمكنه الاستغناء عن القمح أو الذرة أو البطاطس التي ينتجها الفلاحون في كل بلاد العالم. طبعا بالاخص الفلاح المصري طوال التاريخ، احنا بنتكلم عن الجانب الجيد في التاريخ، لكن في جانب في الحقيقه مؤلم في التاريخ، لانه الفلاح المصري وده سبب الاحتفال الان، الفلاح المصري تعرض للكثير من الانتهاكات والكثير من الظلم عبر التاريخ، ولذلك انصفته ثوره يوليو، ومطلوب استمرار هذا الانصاف وتمكين الفلاح المصري لكي يتمكن الفلاح من زيادة الإنتاجية طبعا باستخدام الأبحاث العلمية الحديثة التي تنتجها مراكز البحوث الزراعية على سبيل المثال، وعندنا أساتذة محترمين في مصر في هذا المجال بينتجوا بذور جيدة، والإنتاجية بتاع هذه البذور في واقع الحال أعلى وأكبر من مثيلتها في البذور الخارجية. المهم ونحن نتحدث عن عيد الفلاح، طبعا الدولة المصرية الحقيقة في الفترة الأخيرة قدمت الكثير من المبادرات، منها تبطين الترع يعني المصرية، ده مشروع ضخم. هذا المشروع سيستفيد منه الفلاحون في عموم مصر، سييسر عليهم الري، سيسهل عليهم زراعة محاصيلهم الزراعية ورعاية حتى مواشيهم،
وبالتالي النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أتكلم فيها، يجب الاهتمام بالفلاح المصري اهتماما أكثر من هذا، مش بس بالمبادرات التي يقوم بها السيد الرئيس، وهي مبادرات كريمة ومحترمة. مطلوب أيضا إلى جانب هذه المبادرات أن تكون هناك خطة مباشرة من الدولة المصرية، أولا لتكريم الفلاح كما يحدث في هذا الاحتفال، والأمر الثاني والأهم هو حثه على ومساعدته، مش بس الحث، ومساعدته في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والتعرف على الأساليب الجديدة في الزراعة التي تساعد في النهاية على زيادة الإنتاجية، سواء من القمح أو القطن أو غيره من السلع المهمة للصناعة وللغذاء في مصر. تمام.